صباح الخير يا سيف، واضح انك نمت كويس. اللعبة اللي بتتلعب معاك دي كانوا بيعملوها مع أسرى الحرب والجواسيس، وانت طبعا ما تقلش أهمية عنه. وفكرتها بسيطة جدا، نقطة مية تنزل على راسك كل كام ثانية قبل ما عقلك يستسلم انه خلاص هينام، تنزل النقطة تفوقه. جميلة. دي مش طريقة ليه تليب واحد زي يا نوح. الله خصمك. لو عايز تموتني موتني بقى وخلصني بقى. انا موتك يا سيف؟ انت ممكن تفكر ان نوح يموتك؟ انت حبيبي يا سيف، انت عارف انك لو تعبت واضطريت ان اجيب لك دكتور وقال انك هتموت هعمل ايه؟ هفكك وعالجك واكلك واشربك لغايه ما تشد وتبقى زي الفل، واطمن عليك بنفسي عشان ارجع العب معاك من اول وجديد. انت حبيبي، ارحمنا يا نوح. طب ورحمه اخلص، اوعى تفكر تجيب اسم فيروز على لسانك تاني. مش قادر افهم ايه موضوع اتفقنا ده. يا نوح بيه، مش انا سلمتك سيف العزازي؟ وده كان شرطك عشان تسيب حنا؟ يبقى كان اتفاق. لا، ما كانش اتفاق، ده كان امنيتك انت. يعني ايه؟ يعني انا مش مصباح علاء الدين ومش مسؤول عن تحقيق امنيتك. طب يا نوح بيه، ممكن افهم بقى انت كنت سايب عندك حنا طول الوقت ده ليه؟ كنت سايب حنة عندي طول الوقت ده لاني كنت عارف ان انت عشمان في اللي انت جاي تكلمني فيه النهارده، ولاني عارف ان انت اسرع واحد هتوصلني لسيف العزازي. الحب بيحركك يا امير، هو اللي خلاك ترمي نفسك في النار عشان تيجي تنقذ حنة، وادي النتيجه جاي تلومني انا على امنيتك انت اللي ما اتحققتش. عندك حق يا نوح بي، انا الحب خلاني ارمي نفسي في النار، وهو برضو خليني اقول لك ان انا ما عنديش حاجه اخسرها. يا نوح بي ارجوك سيب لي حنه اروح بيها، وانا اوعدك ان انا هبعد عن كل العالم اللي انت فيه ده، ولا هتشوفني تاني ولا هتسمع عني. كلام سهل قوي، كلام سهل يا امير، سهل. وانت اللي عملته مش شويه، كل حاجه في الدنيا دي ليها ثمن، وصدقني اللي بعمله ده لمصلحتك. لمصلحتي ازاي؟ طبعا لمصلحتك. خطاب، ايه يا هارون؟ وجعتك رجلك صح؟ ما تقلقش،
مش هتوجعك كتير. وانا مش قلت لك النهارده نصفي كل الحساب؟ وماله يا ابن العطارين؟ يبقى تصفيه الحساب واحد. ايه اللي جابك يا سالم؟ ليه حق. وسمعت ان يحيى بيه العطار بيتكلم عن تصفيه الحساب، وقلت يبقى لازم اجي واخد حقي وحقك يا ابوي. واول حاجه في تصفيه الحساب ان يحيى بيه العطار ياخد رصاصه في رجله. كيفك؟ لولا انك عيل صغير كنت دفنتك هنا. قلبك بقى حنين يا حربي. انا بقى عندي فقره تانية خالص للشيخ سالم ابن الشيخ هارون. انا عايزك تملي عينك مني كويس وتحفظ شكلي، عشان لما تكبر وتفتكر ابوك تفتكر ان انا اللي قتلته. وقدامك مش هنساك يا يحيى، ولدي مش هنساك. عارف ليه؟ سلم راجل، انا اللي بربيه مش هينساك. انا ما بخافش من الموت. خاف انت على حياتك يا ابن العطارين. كلام مؤثر يا هارون، ينفع يكون اخر كلام قلته. ابوي يا شيخ هارون، ابوي. عيش يا يحيى عطار زي ما ابوي قال لك، وديني ما هسيبك. أرجوك بلاش حنة، أرجوك. أنت مش هتعمل كده. أرجوك أبوس إيدك، أبوس إيدك بلاش. واضح إن الموت كل واحد نفس اللي حصل لبنتي يوم الحادثة اللي أنت كنت سبب فيها، نفس المعاناة. أبوس إيدك بلاش، نوح بلاش بلاش. كنت بعمل زيك بالظبط، كنت بتمنى ساعتها ان انا اللي اموت وهي اللي تفضل عايشه، مع اني كنت متاكد انها امنيه عمرها ما هتتحقق، زي بالظبط الامنيه اللي انت كنت لسه بتطلبها مني من شويه. اقتلنا انا، اقتلنا الهوسبة، ده ذنبي انا. اقتلنا امنيه تاني يا امير. بلاش حن ارجوك. أنا إزاي نسيت أقولك؟ أنت في إيدك تنقص حنة على فكرة. في تلات ورقات، كل ورقة مكتوب فيها حاجة أنت اللي هتختارها بإيدك. أول ورقة مكتوب فيها إن حنة تموت. تاني ورقة مكتوب فيها انك انت تموت. تالت ورقة بقى مكتوب فيها انه انتوا الاتنين تموتوا. كفاية اللي بتعمله ده بقى. انت بتعمل فيه كده ليه؟ لما انت بتسعى تقول لي سوا بحاجة. اختار ورقة من التلات ورقات. روح بيها، ملهاش ذنب. اقتلنا نفسك. اختار ورقة. حطيت الورق وانت بايدك اللي اخترت، واختيارك
ده حنة تموت. مش حنة أبو سيدك، أبو سيدك أرجوك. اللي بيحصل بيننا ده هو اللي اسمه اتفاق يا أمير. أنا رميت الورق وأنت اخترت ورقة، والاتفاق اللي بيني وبينك إن الورقة اللي هتختارها هي اللي أنا هنفذها. هاخد ورقة تانية. هتروح فين من ضميرك يا روح؟ هتقتلني؟ هتقتل أمير؟ فيروز مش هترجع برضه. عارف إنها مش هترجع، بس على الأقل متأكد إنك لما تقابليها في الآخرة إنها هتفرح إن أبوها لسه قادر يجيب لها حقها. فيروز بنتك دي لو شافتني عمرها ما هتعرفها، يبقى إزاي حقها عندي؟ عاجبني قوي حديث ما قبل الموت ده. اللي عاجبني اكتر انك بتتكلمي وانتي متماسكه قوي، ولا كانك خلاص هتموتي كمان شويه. انا مت قبل كده كتير، دي مش اول مره. هايل، يبقى مش هتحسي بحاجه. افتحوا المايه. أمير! أمير! بلاش! لا! يا تنرى! يا تنرى!